بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أيها الإخوة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية السابقة بالمدينة النبوية. لقاؤنا في هذا اليوم أيها الإخوة ينعقد بمشيئة الله وعونه في هذا اليوم الأحد 30 من شهر شعبان لعام 24 و400 ألف، وفيه يلتقي فضيلته مع بعض طلبة العلم من المغرب العربي. نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ ويسدده وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة من المغرب العربي، يرجون من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها مأجورين. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه، أم يرد عليه عالم مثله، حيث إن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محظورا شرعا كما يقول، وأفتى بها العالم نظرا لضرورة أو حكمة يراها هو؟ بارك الله فيكم، أتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما سألتم عنه ينظر إليه من وجهه، كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين أيضا. وهكذا أهل السنة، فإنهم ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف، فالمخالفة لا تخلو من حالين: إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، سواء كان في أصول الدين أو في فروعه، لأنه تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة وأجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أو أمر النصوص تحتمل وتحتمل. فالصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد، فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا، ويرد الخطأ على قائله، يرد الخطأ على قائله كائنا من كان. ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من رجلين: إما أن يكون صاحب سنة عرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها كما عرفوا منه النصح للأمة، فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. وإن كنا رددنا مخالفته فإنا نتأدب معه ونحفظ كرامته
ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال، وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين، فنحن نرعى هذا كله. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم، وكذلك كانوا وكذلك نرجو أن يكونون بعد مماتهم إن شاء الله تعالى، حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم، فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون لهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنافيات العبارات. وإما أن يكون هذا المخالف الذي خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولكنه خالف، قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة، يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه بالبدعة والضلال ويحذرون منه ويغلبون فيه القول، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة، فإنهم يكتفون برد خطأه ويحذرونه في أنفسهم. وهذا إذا كان ذلكم المبتدع الضال له في البلد وأهله الصولة والجولة والكفة الراجحة والشوكة القوية، كأن يكون مفتي البلد أو وزيرا من الوزراء مثل وزير الأوقاف أو وزير العدل أو من المقربين من الدولة أو من العلماء الموثوقين بهم عند الدولة، ونحن مستضعفون، فإن لا نصفه بشيء من هذا، نقول هذا خطأ، أخطأ الشيخ فلان في كذا ولا نقبله منه، العبرة بالدليل، الدليل عندنا على خلافه. ويجب أن يكون الرد علميا يستند على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن المهاترات والعبارات النابية التي تجعل السامعين يتقززون منها وينفرون منها ويجحدون في الحق الذي عندنا أو الحق الذي عندهم لما يسمعونه من عبارات في غير محلها لا تليق بكل بلد. فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل، فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه وإن كانوا يحبون ذلك المخالف، وهذا مجرب بارك الله فيكم، فتفضلوا إليه. النوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فأنت تبين قولك حتى ما ترجح عندك ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائر، ولكن تقول الصواب عندنا كذا. وعلى سبيل المثال الترتيب في الوضوء، فالجمهور على وجوبه، ومن ذلكم أصحاب الإمام أحمد وأصحابه رحم الله الجميع، والأحناف ومن وافقهم على أنه لا يجب، فنحن نرد على الأحناف من غير تفريط من غير إغلاق في القول، نقول الراجح عندنا أو الراجح القولين الوجوب
ومثال آخر تارك الصلاة متعاونا. فالجمهور على أنه فاسق يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، حكمه حكم غيره من الفساق، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهل. وهذا هو قول الزهري ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكذلك قال به غير هؤلاء الجمهور كما قدمت لكم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وعليها محققون أئمة، ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين الإمام الفقيه المحقق المدقق المجتهد رحمه الله، على أنه كافر استتاب فإن تاب وإلا قتل ردة، وعليه فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يرثه المسلمون من أهله، ماله في يصرفه الحاكم في المصارف العامة للمسلمين. فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة رحمة الله عليهم لم تجد أن المفسقين يصفون المكفرين بأنهم خوارج، كذلك لم تجد أن المفسقين أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجع. لماذا؟ لأن الكل عنده أدلة يرجع، أدلة قوية يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه. نعم. بقي أن أقول هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا، هذا أرى أن ينصح وأن يبين له خطأ، فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه، فإنهم يناصحون ويبينون وسوف ترده السنة إن شاء الله تعالى. هذا الألباني رحمه الله وسائر أئمة المسلمين عن السنة والهدى رحمهم الله يرى أن كشف المرأة وجهها أو يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها كشفه. والشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرون خلاف ذلك، لكن لم يشنعوا عليه. وأهل العلم يردون على الشيخ ناصر رحمه الله من غير تشنيع عليه ولا تفريط ولا شطر. كذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق ويستدل له، ومن ذكر من علمائنا وغيرهم ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا يثبتون عليه، يقول الأخطأ الشيخ ناصر الألباني في هذا والصواب كذلك. وهكذا بارك الله فيك أهل العلم يوقف بعضهم بعضا. وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف، فتفطنوا إلى ذلك فليس الأمر على حد سواء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي. أولا أهل السنة عندهم ميزان مستقيم ومنهج سليم، فهم يبغضون البدع ويستنكرونها
وكذلك يبغضون المبتدع الذين يدعون إلى بدعهم وينافحون عنها وينشرونها بما أوتوا من قوة وما استطاعوا من وسيلة ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم. ومن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقف فيه ما شاء. وروى عن مصعب بن سعد رحمه الله، رحم الله الجميع، قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو قال فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والنقل عن هؤلاء الأئمة بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين يحذرون هذا التحذير ويشددون هذا وينكرون هذا النكير الشديد، لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة، ولهذا هم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت، لأن الساكت لا يضر أحد، يضر نفسه. وكان أهل السنة على هذه الشدة وهذه القوة على أهل البدع والضلال، حينما تكون لهم الشوكة والكفة الراجحة فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة، كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، والشوكة للمبتدعة والصولة لهم والكفة الراجحة لهم، فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. فالله الله يا أبناءنا في المغرب العربي في جميع أنحاء المسلمين، إياكم ثم إياكم أن تخالفوا هذا النهج، عليكم بالحكمة، فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة وتكون لهم قوة، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من أئمة رحمة الله عليهم: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. هذا أول ما أوصيكم به. ثانيا أوصيكم يا أبناءنا في المغرب العربي ويا أبناءنا من المسلمين الذين تصل إليهم هذه الرسالة المسجلة، أوصيكم بالإقبال على العلم الشرعي. والعلم الشرعي ما هو؟ هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ومما أوصيكم به كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف مثل السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة
لابن أبي عاصم، والسنة للخلاف، والتوحيد لابن مندى، والإيمان له، والتوحيد لابن خزيمة، والإبانة الكبرى لابن بطن العكبري، وشرح أصول السنة للألكائي، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام المجدد الثالث في هذه الجزيرة حسب ما علمناه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا. ومن كتب الحديث الكتب الستة معروفة، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارقطني، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان، وما شابها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن أبي حاتم الموجود منه، وتفسير البغوي، وتفسير قرطبي هو جيد في اللغة والفقه. تفسير القرطبي جيد في اللغة والفقه، أما في العقيدة فالذي ظهر لي أنه عنده تأويلات ينبغي أن يتفصل لها. وكذلك تفسير ابن سعدي وهو علامة معاصر رحمه الله. ومن كتب الفقه المختصرات عندنا عمدة الفقه، ومنهاج السالكين لابن سعدي، عمدة الفقه لابن قدامة، ومنهاج السالكين لابن سعدي، ومنار السبيل لابن طويان، والمطولات منها المغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والمدونة للسحنون في المذهب المالكي رحم الله الجميع، وغيرها كتب كثيرة. وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه كتب الغزالي المصري السقط، وكتب القرضاوي يوسف بن عبد القرضاوي المقيم في قطر، وكتب سيد خطب لا سيما معالم في الطريق فإنه ينضح بالتكفير وتفسيره، فإنه مليء بالضلالات، وكتبه كلها ضلال، وكتب الندوي، وكتب المودودي، وكتب جميع الإخوان فإنها حرف أو انحراف بالمسلم من السنة إلى البدع والمحدثات إذا تتلمذ عليها وجعل ما فيها دينا يدين لله به. وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم وعرف الناس غيركم منهم الاستقامة على السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والدب عنها والدب عن أهلها، من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه وبالأخذ من كتبه إن لم تستطيعوا أو أشرطته، ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة إن شاء الله تعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الشق الثاني من السؤال، شيخنا سائل آخر يزيد تأكيدا على السؤال الأول ويقول: هل يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا كالتجارة، حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك ويقول أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية؟ هذا في الحقيقة مضى في السؤال الأول مضى طرحا، أما جوابا فإني قد نسيته. أقول إن استطعتم أن تباعدوا المبتدعة فلا تشاركوهم في أي نشاط ديني أو دنيوي فافعل. أما النشاط الديني ويسمون النشاط الدعوة فلا تمكنوهم، فلا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعة، ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة، ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة أبدا، لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبى. أما الأمور الدنيوية فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك ويكون الرجل منكم محصنا
تحسينا قويا في 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 العقيدة الصحيحة، وتحسينا قويا في السنة، وتحسينا قويا في الحذر من البدع، واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء، فلا مانع على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وليحذر من المخالطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فهذا أمر خطير، فكم من رجل جرفته الأمور الدنيوية حتى انسلخ وأصبح إما عدوا للسنة وأهلها، أو ميت الغيرة ليس فيه ولا بقاء. فإذا أردت أن تتعامل معه بأن تشغله عندك وتكون أنت المشرف وأنت الناظر عليه، فهذا لا شك أنه أسلم. وإن احتجت أن تعمل معه، هناك أمور بنيت بها في التجارة فاحتجت للعمل معه، فلتحذر يكون معك، يعني لتكون معاملتك معه معاملة دنيوية فقط. خذ دراهم واعطي دراهم، بلاش عندك وطن في المغرب يقول الدنانير، خذ دينار واعطي دينار فقط، خذ هكذا هذا كذا، هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا، ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين أو النشاط الدعوي. وإن استغنيتم ببعضكم يا معشر السلفيين فهذا أسلم لدينكم وعرضكم، وهذا الذي تحرضكم عليه وندعوكم إليه. أحب ما إلينا أن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع أهل البلاد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود مع إهمال لطلب العلم، وإذا قام أحد بتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم يمكن أن يصنف من أتباع فلان أو علان، فما هو الضابط في ذلك، وما توجيهكم في التعامل مع هؤلاء الشباب في هذه المسألة، مع نصيحة عامة للشباب في طلب العلم؟ قدمت لكم بارك الله فيكم ما يغني عن بعض ما جاء في هذا السؤال، وعرفتم ما نصحتكم به من الكتب وما حذرتكم به، وعرفت لكم فيما قدمت لكم حد العلم الشخصي. والذي أزيده هنا أقول: الردود باب من أبواب الدعوة، فيها نشر للسنة ودفع للبدعة وصيانة لأهل السنة من خطأ المبتدعة. ولا أعرف عالما من أهل السنة فضلا عن الأمة ينهى عن الردود أبدا، لا ينهون عنها نهيا مطلقا، بل ينهون نهيا مقيدا. فإذا رأى العالم تلامذته أو أهل بلده تركوا الفقه في العقيدة والعبادة والمعاملة وانصرفوا إلى الردود، فإنه يحذرهم ويقول: لا تنشغلوا بالردود، لا تنشغلوا بالردود، يعني لا تجعلوها شغلكم الشاغل، لا تجعلوها شغلكم الشاغل. فهو يريد أمري، يعني هذا العالم السني وكذلك الإمام من باب أولى، يريد من تلامذته ومحبي من أهل بلده وغيرهم والذين جمعت بينه وبينهم السنة والمحبة في ذات الله، تحابوا في ذات الله، يريد منهم أمرين. الأمر الأول التحصيل العلمي، فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذروا من البدع وأهلها
وفندوا شبه المبطلين وصانوا هذا الدين عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعصر لا بعصر. وكذلك من ورثهم من أبنائهم وأحفادهم وإخوانهم على نفس النهج. فإن كما وذلكم حرصا على تحقيق ما أشاء ما أخبر حرصا على تحقيق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بل أخبر به. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم ومن لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا مفهوم الحديث وهذا صحيح. والأمر الثاني أن يأخذ من الردود بقدر بقدر فقط بحيث لا تشغله عن ماذا؟ عن العلم. فأنتم تعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن من يتناول الردود ويطالعونها أصلا صنف عنده القدرة على الجمع بينها وبين مسائل العلم فهذا لا يرد. هذا يؤيد ويبارك له ويبارك له صنيعه ويشد أثره ما دام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها فهذا لا يهمل ولا يجوز أن يهمل ما دام أنه لم يهمل الجانب العلمي التحصيل العلمي. الصنف الثاني من لا هم له في تحصيل المسائل العلمية بل مطالعة ما يجري في الساحة وفلان قال وفلان قال فهذا الذي يشدد عليه لا من باب أنه ركب بدعة ولكن من باب مصلحته هو فيقال أنت أهملت أمرا أكبر من هذا أهملت أمرا أكبر من هذا. فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها وكانوا جبالا من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم؟ هل يرثهم الجهال أبنائي؟ هل يصلح الجهال بعدهم لرئاسة الناس وقيادة الناس وهداية الناس؟ أبدا. هؤلاء يضلون يضلون ويضلون. فمن هذه الناحية نشدد على أخينا هذا ونقال ويقال له اتق الله أنت جعلت وقتك كله أو جله في هذه الردود وكان يكفيك أن تعلم بأن الإمام فلان أو العالم فلان رد على فلان من الناس وكشف عن حاله وهتك ستره بما هو راكب إياه من البدعة والضلال يكفيك هذا يكفي. وأنا أقول لكم أنا شخصيا والله ما قرأت كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ جميع علماء الإسلام والسنة بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب والله ما قرأته كله أبدا ولكن فهمته قرأت بعضه ففهمت البقية لأن الشيخ ربيع عندي صاحب راية يرفع بها لواء السنة ويذب عنها وعن أهلها فما رفعها ولله الحمد في وجه محارب معاد للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة مؤزرة قوية ما لانت ولا عانت وقد فضح بها ولله الحمد
أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال. فكفاني أن الشيخ ربيع رد على فلان أو أن الشيخ محمد بن عمر رد على فلان أو كفاني. الصنف الثالث، الصنف الثالث من لا يدري عما يدري، من لا يدري عما يدري، فهذا نكون معه ونطلعه على ما واجه به علماء السنة أساطين الضلال وأئمة البدع حتى يكون على بصيرة ولا يؤتى من غيره، ولا يؤتى من غيره. هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو المنهج الصحيح. بارك الله فيكم. وأعطيكم مثالا، الشيخ محمد الاعتمر رحمه الله ومن تعلمونه لما سئل عن كتب سيد قطب قال أنا لا أدري عنها، ما قرأت له كثيرا، قرأت أول الأمر إن كنت في الشباب، ومرة قال كفانا فيها أخونا الشيخ ربيع أحافك، فهمتم؟ أحافك. وآخر أمره، وآخر أمره قال رحمه الله لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب. حدثني بهذا، وانتم قولوا حدثنا عبيد الجابري، عرفت مثله ولا لا؟ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس في الجامعة الإسلامية سابقا، حفظ الله الجامعة الإسلامية وجامعات أهل الإسلام وصانها من كل بكر. سمعتم هذا؟ قولوا أنا قل حدثني الدكتور عبد الله بن مسلم، عبد الله بن زيد المسلم من أهل عنيزة بهذا الخبر. فأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثني عبد الله بن زيد المسلم، وقد فهمت من الخبر. فالمقصود أنا أنهاكم يا أبنائي عن الشرك، أنهاكم عن الشرك وآمركم بالرفق. فمن نهاني عن الاشتغال بالردود وترك المسائل العلمية أنا لا أشتغل عليه، لا أشتغل عليه إذا عرفت أنه من أصحاب من أهل السنة، أعرف أنه يريد نصحي ويريد أن أحصل أبوابا من العلم. نعم نعم، أهل البدع هم الذين ينهون عن الردود نهيا مطلقا، اتركوا الردود، دعوا عنكم الردود، فيها مضيعة للوقت وفيها مشغلة عن العلم نهيا مطلقا، لكن أهل السنة لا ينهون نهيا مطلقا. وإن قال هذه العبارة مطلقا في وقت، لكن جل وقته أو كثير من وقته يريد هذا، نعرف هذا من حاله ومقاله من هذا. نعم. فمثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله حينما يقول لتلامذته وأهل بلده والمسلمين لا تنشغلوا بالردود، هذا ما هو حاله على السنة، يقررها ويدعو إليها ويدفع عن أهلها بقدر ما هو. فلكل مقال وهو قرينة الحال تدل في الحقيقة على المقال، فإذا تريد تدل على المراد من المقال. فإذا قال لك إخواني بنائي أو إخواني سروري قطبي أو تبليغي، لا تشغلوا أنفسكم بالردود، إن هذه الردود مضيعة للوقت ومشغل عن طلب العلم. فضع عليه علامة كبيرة. ماذا يريد هذا منك؟ يريد أن يروج للبدع ويمهد لنشرها وتضليل أهل السنة. فليس أن فبال بهذا أن الناهين عن الردود صنفان من الناس، صنف هم أهل السنة وهؤلاء لا ينهون عن نهي مطلقا، وصنف آخر هم أهل البدع وهم الذين يطلقون. وأهل البدع نعرف الإخوان المسلمين، نعرف التبليغيين، نعرف السورية القطبية وهكذا، نعرفهم، نعرف المتحجبة، نعرفهم. فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء، هذا ليس عنده، ليس له عندي كرامة ولا مكانة، أنا منتهي منه. لكن من كان من أهل السنة على ما أنا عليه، لأن مراده هو. بارك الله فيكم.
المراد هو نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ويقول: هنالك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مسفر والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع أشرفتهم التي هي مجرد قصص وتشريط وفكاهات؟ هل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم. أقول: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرى المفضلة ومن هو على النهج، هديهم هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية، يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا، وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر على حذر منه، كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية، ويبينون للناس الحلال والحرام، وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين، وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ بالترغيب والترهيب. ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان: قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعده الكلية بالدليل، وقد ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب، تذكر بالموت، الاستعداد للجنة، الحذر من النار، ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول قليل. القسم الثاني: من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله ولا يهتمون بالتوحيد بتوحيد ولا شرك، وديدنهم كله أو جله هو مثل ما هو كما ذكرت في سؤالك، قصص وفكاهات ومجرد تشويق أو ترهيب خالي أو ترغيب خال، فهؤلاء قصاصون قصاصون، وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة، الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة من يريد الله به خير فقصه في الدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها، لأن التلمذة عليهم لا تورث إلا الجهل، ترقي القلوب بدون علم. والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجرد، بل أثنى على العلم وأهله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا
دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة دون استناد إلى علم شرعي يقرر منه أصول الدين وقواعده الكلية، هؤلاء يحذر منهم ويحذرون، يحذر منهم ويحذرون، وليس لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي؟ متى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا الأصل العظيم؟ أولا، الهجر هو الأصل ممن قدر عليه وكان مطاعا يأتمر الناس بأمره وينتهي بنهيه، هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي، هذا هو الأصل، حتى يعود إلى رشده ويراجع الحق. لكن إذا كان هذا الشخص غير مطاع والكفة الراجحة لذلك المبتدع، فهنا لا تدعو إلى الهجر ولا تأمر به، لكن لك أنت أن تحذره، فلا تزوره ولا تزوره ولا تستجيره ولا تحضر مجالسه. فإذا سئلت قل: لا آمنه على ديني، لا آمنه على ديني. وقد قدمت لكم أول الكلمة أظن في أول سؤال أو في ثاني سؤال، ولعله تكرر، أن أهل السنة يراعون المصلحة، يراعون المصلحة، ينظرون في المصلحة والمصلحة. فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدع وزجره والتحذير منه، هجروه وزجروه وحذروا منه وهجروه. وإذا كانت المفسدة أرجح والناس يتألبون على أهل السنة، فإنهم لا يهجرون، يكتفون برد العلم. ولهذا أقول لكم: يا أيها المستضعفون من أهل السنة، اعتصموا أنتم بالسنة ولا تجادلوا هؤلاء ولا تخاصموهم، أضربوا عنهم صفحا. إذا كان أئمتكم هؤلاء فصلوا معهم ثم اخرجوا، ولا تهيجوا عوام الناس ورعاء الناس والذين ليس عندهم فقه في الدين عليكم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما قولكم حفظكم الله في من يقول: أجالس صوفيا أخلاقه حسنة أفضل من أن يجالس سلفيا أخلاقه سيئة؟ أولا، لا أظن أن سلفيا تشربت عروقه بالسنة وخالطت بشاشتها قلبه، أبدا لا يقول هذا. فالسلفي يبتعد من المبتدعة الصوفية وغيرهم وينحاز إلى أهل السنة. ولكن ننظر في القول، ننظر في موجب القول والقائل. فإن كان القائل من أهل التحزب والحركيين فليس هذا بغريب عليه، لأنهم ينطلقون شاءوا أم أبوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإن كان صاحب سنة لكنه حج في نفسه شيء لما يرى من
من جفاء إخوانه عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها. فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر، للزجر ولشدة العتاب. فهذا يجب على إخوانه أن يتعاملوا معه برفق وأن يحسنوا صحبته، لا سيما إن كان ذا جاه كبير ومكانة مرموقة في الناس. فحسن الصحبة واجبة بين أهل السنة من سعة الصدر والصبر والملاطفة. وقد أرد على سني ويرد علي، وأشتد عليه فيما بينه ويشتد علي، لكن لا على سبيل التشهير، لا أشهر به ولا أجعله عرضة لحديثي في المجالس الخاصة والعامة. فلو سئلت عن قول فلان في كذا أقول أخطأ، الصواب خلاف ذلك، وفلان أعرف عنه أنه صاحب سنة لكنه ما وفق في هذا. فتفصلوا بارك الله فيكم إلى الحال والمقال وما يوجب المقال، فإن لكل كما يقول لكل مقام المقال. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج، يقول وهل بينهما خصوص وعموم أم لا؟ العقيدة هي ما تعتقده تدينا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك من تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الماضي والمستقبل، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم والميزان وغير ذلك. هذه العقيدة. وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء لله متقين لله أهل السنة، وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت منهم خاصة، وأئمة التابعين ومن بعدهم، فتنزلهم منازلهم من غير غلو، من غير إفراط ولا تفريط، وتتولاهم في ذات محبة في ذات الله سبحانه وتعالى. والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. واعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان، العقيدة والمنهج متلازمان. وما أحسن ما قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. فالخوارج لما اختل منهجهم وكفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر، حلال الدم والمال، وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذرريهم من خلل في عقيدتهم، كذبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله. ولهذا هم ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر، فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، خلاف ما شهدت به النصوص من آية التنزيل وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووافق الخوارج في من مات على كبيرة من الكبائر، وهكذا والمرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، أو يقولون القول أو التصديق مع القول، حاصل عقيدتهم بل هم يقررون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فانظروا التناقض، لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، لكن المقيس فاسد، لا يضر مع الإيمان ذنب، إذن يستوي عندهم السكير العربيد الفاجر مع البر التقي الطائب المصلي. هذا خلل في العقيدة وخلل في المنهج، فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة. وهذا السنة لا يعادون، لا يوالون ولا يعادون إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق، فالعقيدة والمنهج الذي هو طريق الدعوة إلى الإسلام الخالي من شوب الكفر ومن شوب البدع ومن المعاصي، المنهج الصحيح لا يخالف العقيدة الصحيحة أبدا. فالإسلام أو الدعوة للإسلام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عقيدة صحيحة ومنهج سديد صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: متى يكون الإنسان مؤهلا لأن ينكر المنكر؟ أولا يا بني اعلم أن المنكر على ثلاث براهين جاءت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه المرتبة الأولى. فإن لم يستطع فبيده، فبلسانه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذه المرتبة الثانية. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذه المرتبة الثالثة. ولا أدري ما تريد بقولك متى يكون مؤهلا، لكن أقول لك شيئا. أولا الإنكار بالقلب، هذه جميع عباد الله مؤهلون لها، لا يعجز عنها أحد. وأما المرتبتان الأوليان، التغيير باليد والتغيير باللسان، فالأولى لمن قدر وأمن المفسدة التي هي أكبر من تغيير منكر، والثانية لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويبينون للناس الحق ويحذرونهم من الباطل، يأمرونهم بالحلال بالدليل وينهونهم عن الحرام بالدليل، يدعونهم إلى السنة بالدليل وينهونهم عن البدع بالدليل، بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن دعا الأمر جادلوا بالتي هي أحسن. والأمر الثاني أو الشيء الثاني، اعلم أنه إذا ترتبت على تغيير المنكر مفسدة أكبر منه كان منكرا، كان تغييره منكرا. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها على بها، وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم رضي الله عنه، هو صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه العلامة الإمام المحدث في هذا الأصل بلا منازع الشيخ ناصر رحمه الله. فتفضلوا بارك الله فيكم. في بعض الأحيان لا تستطيع أن تنكر منكرا، فيبقى عليك الإنكار بالقلب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ويقول: هل يشترط في الرد على المخالف والتحذير منه أن يجتمع على التحذير منه والكلام فيه أهل العلم أم يكفي عالم واحد فقط؟ هذه قاعدة الجرح والتعديل وملخصها أن من علم حجة على من لم يعلم، فإذا حذر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء أو من الجهال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم، وكان هذا العالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليها وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن نقبل كلامه ونحذر من حذرنا منه وإن خالفه مئات، ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله في ذلكم المحذر منه، فهذا وسعنا بل هو فرضنا والواجب علينا، وإلا ضاعت السنة. فإن كثير من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أسبابهم لأسباب منها البطانة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي وبين وصول ما يهتك به ستر ذلك اللعاب الماكر الغشاج الدساس، بطانة سيئة، حال ما لا يمكن يصل إليه شيء، حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أن يقرأ كل شيء. ومنها أن يكون ذلك العالم ليس عنده وقت، بل وقته كله في العلم والتعلم. ومنها أن يكون بعيدا عن هذه الساحة، يكون هذا الشخص مثلا في مصر أو الشام أو المغرب، عندكم ما تزعلون علينا، أو مثلا اليمن، وهذا العالم الذي في السعودية ما وصل، يعني لا يدري عما يجري في تلك الساحة، ما بلغه ثقة بما يجري في تلك الساحة والساحة، فهو جاهل بحاله. ومنها أن يكون هذا العالم قد نما إلى علمه وتعلق في فكره أن ذلك الرجل ثقة عندك، فما استطاع أن يصل إلى ما كشفه غيره من أهل العلم للأسباب المتقدمة وغيرها، لكن نما إلى علمه سابقا أنه صاحب سنة وأنه يدعو إلى الله وكان أمامه يظهر السنة وحب أهل السنة والدعوة للسنة ويذكر قصصا من حياته ومصارعته للأفكار الفاسدة والمناهج الفاسدة، ويأتي له بكتب سليمة وما درى عند سبيل. فإذا ماذا نصنع؟ نعمل على كلام ذلك العالم الذي أقام الدليل وأقام البينة التي توجب الحذر من ذلك الرجل من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه. وأما عن ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا، لا نجرحه ولا نحط من قدره ولا نقلل من شأنه، بل نعتذر له، نقول ما علم هذا، لو علم ما علمنا لكان عليه مثلنا أو أشد منه، والله أعلم. نكتفي بهذا واستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. السؤال الأول: يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس، هل هذا منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول: سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام جهبذ وعالم قوي راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق، فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. الأمر الثاني: نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول بالحق ويصدع به، مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث: من جالس الشيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة وخبر حاله، فإنه يعرف عنه زجر بعض المخالفين بأسمائهم وأمام الملأ، فقد بلغنا قوله لبعضهم: يا فلان اسكت فإنك فتان، وقال لبعض أهل العلم: هذا ليس بصحيح، الصواب كذا. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن النص وبقوة وبشدة، كما أنه
وإن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة هذا هو منهج الشيخ عبد العزيز مجالسة كل الناس أنها ليست على إطلاقها أو أن لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. والشيخ رحمه الله هو إمام مقصود من جميع الناس، ليس من داخل المملكة العربية التي هي بلده فقط، بل من جميع أنحاء الأرض. فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه، فلا بد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس. هذا من وجه. ومن وجه آخر، أن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطأ، ذلكم القرار الذي سوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم، أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. وثمة وجه وهو أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يسلكه جميع الناس، هو مأجور على اجتهاده، هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أن ينتهج خطأه ويتخذ مسلكا وديدنا فليس ذلك بسديد، بل ولا صواب ولا حق، فالخطأ خطأ. وثمة وجه وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط استغلوا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبته النصح ومحبته النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه. فانظروا ماذا صنعوا معه، يريدون أن يصنعوا معه جزاء سينما. ثم يقال إذا كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله والذي ندين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد
وأنه ما سلك مع هؤلاء من الدين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له. وحتى أنهم تجرأوا عليه وعمدوا على إسقاطه ولكن الله خيب سعيهم، أقول فإنه حذر علماء أجلاء وأئمة جهابذ من الركون إلى أهل الأهواء والشرار وممازجتهم ومخالطتهم، مخالطة تمييع وتفكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم. وأنا ذاكر لكم بعض الأمثلة. روى اللألكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وأبلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم. فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن الآخر. أحدها: من كان إماما قويا جهبذا صادعا في الحق يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم، وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكتهم وتأو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح، مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز، فهذا سلفي صح محض خالص خال إن شاء الله من شوب الحسية. الصنف الثاني: من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقة ولا إدراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويصدع بالسنة ويحارب البدع لكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت له الفرصة بمجالسته. فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق وبالحكمة، وأن لا نتخلى عنه وأن لا نخلي مجلسه لهؤلاء. الصنف الثالث:
من هو متميع ضائع يرى أن الكل مسيء، هذا وهذا، فهذا لا شك أنه خطر على المنهج. فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة. الرابع من يخالط هؤلاء وهو مع المدافعة عنهم وتكثير شواذهم والتشديد على السلفيين فهذا حزبي محترق. الخامس من هو سلفي قح لكنه يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة، مثل ما يسمعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون، فهذا عندي خالف الأولى. نحن نشدد عليهم ونغلظ عليهم ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا ولا يكثرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم، وإنما في ظروف معينة ولأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات أو الدورات العلمية. هؤلاء عرفنا منهم أشياخا أخيارا هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج السلفي، لكن عندي أنهم خالفوا الأولى وأن الحزبيين يتكسبون بزيارة هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني، يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب المخالفين في المنهج السلفي؟ الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والعمل والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعات. فإنه بناء على هذه المقولة المفرقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمشتبهات.
في هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق. فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث افتراق الأمم وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: جماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فأنت حينئذ الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها حين قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من الدجال حتى قال قائلهم: إن كنا لنظنه أنه في طائفة النخل، يعني في المدينة. وحذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم ووعد على ذلك بالأجر ولا يعد إلا عن الله تبارك وتعالى. وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية وسماهم مجوس هذه الأمة. وحذر من الرافضة فقال: يخرج قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة إذا لقيتمهم فقاتلوهم فإنهم مشركون. حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده.